ينضم لنا دكتور محمد عاصم خرشد استشاري الجهاز الهضمي والكبد. أهلا بك دكتور، وكيف ترى الدعم الذي تقدمه الدولة من أجل التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل؟ مساء الخير استاذ، مساء الخير على الساده المشاهدين كلهم. طبعا احنا دلوقتي بقينا بنسمع كتير عن التامين الصحي الشامل وقد ايه الانجازات اللي بتحصل وقد ايه ان ده كان حلم عندنا كلنا، ان احنا نقدر ناخد احسن خدمه طبيه وتبقى الخدمه الطبيه دي متوفره لجميع المواطنين. والحقيقه في يعني اولويه رئاسيه للمشروع التامين الصحي وللارتقاء بمنظومه الصحه بوجه عام، يعني لانها هي من اهم محاور التنميه المستدامه ومن الاساسيات اللي تقدر توفر حياه كريمه للمواطن المصري بمختلف طبعا قدراته الماديه. ويمكن الاهتمام ده خلى ان رغم ان المشروع كان يعني محطوط له الخطه انه ينفذ فيه 15 سنه، الا ان فخامه الرئيس يعني حدد 10 سنوات لتطبيق المشروع في بالكامل على مستوى الجمهوريه. الفكره بتاعت التامين الصحي الشامل برضو علشان احنا نبقى احنا متفاهمين القصه، هو بينقسم الى ثلاث اذرع مهمه جدا. هو الدراع الاول طبعا هي الهيئه الصحيه اللي هي بتقدم الخدمه فعلا للمصريين، وهيئه التامين الصحي الشامل ودي اللي هي عامله زي شركه التامين، يعني هي دي اللي بتحافظ على الاستدامه الماليه وبتحافظ على ان المشروع دايما يبقى مكمل ويبقى قادر يواكب طبعا التغيرات الاقتصاديه زي ما حضرتك ذكرتي. وطبعا الجزء الثالث وهي هيئه الجهار او هيئه الرعايه او هيئه بتحدد المواصفات الجوده الطبيه وتبقى هي الرقيب على الاداء الطبي او الخدمه الصحيه المقدمه للمواطنين. المشروع لحد دلوقتي يمكن اشترك فيه 2.7 مليون مواطن، ده في المرحله الاولى طبعا من بورسعيد والاسماعيليه والاقصر مدن المرحله محافظات المرحلة الأولى، وضم كمان اشترك فيه 162 منشأة طبية، وكان القدرة ان هم يقدموا كل الخدمات الطبية ايا كانت صغيرة او كبيرة حتى لحد العمليات الكبيرة. ايه اهم الخدمات دي فعلا يعني اللي بيقدمها التأمين الصحي الشامل للمرضى؟ يعني خلينا نتكلم على من اهم الحاجات اللي هي العمليات الكبيره قوي زي زراعه الكبد، زراعه الاعضاء عامه، نتكلم على الاساطر القلبيه، بنتكلم على الاورام. دي يمكن الحاجات اللي كان دايما المواطن المصري عنده فيها مشكله، لان مش بس تكلفتها تبقى غاليه جدا، لا دي كمان الاماكن المجهزه ان هي تقوم بمثل هذه العمليات كانت قليله جدا، وهي دي اللي كانت كتير قوي بتاخر المواطنين ان هم يتلقوا خدمه زي دي. فطبعا احنا لما جه فخامه الرئيس وجه بتقليل وقت الانتظار وعمل مبادره بتاعه تقليل قوائم الانتظار عامه، كان مهم جدا يبقى في منظومه كامله بتامن الاماكن الموجوده، الخدمه المقدمه، الاسعار العمليه دي، بحيث ان هو ما حدش يقدر يتاخر. احنا النهارده بنتكلم على قوائم الانتظار وصلت ان حتى العمليات الكبيره المريض ما بيستناش اكثر من اسبوعين او ثلاث اسابيع بالكثير علشان خاطر يتلقى الخدمه دي. وبالفعل في 15 مليون خدمه قدمت خلال الثلاث سنوات اللي فاضل العدد اللي بدا فيها مشروع التامين الصحي اللي هو من 2018 اللي فات، يعني ثلاث سنين اتقدم اكثر من 15 مليون خدمه طبيه للمواطنين، طبعا مختلف الخدمات بقى سواء عمليات جراحيه او اجراءات طبيه او كشوفات وما الى ذلك. طبعا هو زي ما حضرتك قلت، حضرتك اتكلمت على الايرادات وكلمت على الفائض المالي اللي حصل، وده يعني زي ما حضرتك قلت ده كان اكبر تحدي، ان هو تحقيق الاستدامه الماليه، ان مش بس المشروع ده يقدر يصرف على نفسه، لا لازم يكون في فائض كمان عشان يقدر يتوسع اكتر من كده ويقدر يقدم خدمات اكتر للمواطنين ويقدر يوفر الاجهزه الحديثه، ودايما يبقى في تجديد على طول سواء للمنظومه من الناحيه التجهيزيه يعني من ناحيه الاجهزه الحديثه او حتى من ناحيه الكفاءات الطبيه اللي موجوده واللي شغالين وكده. طبعا ده علما بالاعتبار يعني ان ترامب يتوجه بزياده عدد او زياده الكرايتيريا او الحاجات اللي بنقوا عليها غير القادرين اللي هم مش هيتحملوا حتى الاشتراك بتاع التامين الصحي الشامل. يعني طبعا هو الاشتراك اصلا ده بيبقى اجر رمزي جدا يعني حتى
اكبر العمليات من العمليه بيدفع حدود 150 جنيه او 100 جنيه، ده لما بنتكلم على عمليه كبيره جدا حتى الغير قادرين هيتم استثنائهم من الدفع ده، والدوله بتتحمل الاشتراك بتاعهم في المشروع. طبعا المشروع طلع فعلا عوائد، فوائد ميزانيه، طلع عوائد، ودي من الحاجات اللي هتخلي فعلا ان شاء الله ان الحلم يكتمل وان احنا نقدر نغطي الجمهوريه كلها في اسرع وقت. نعم. فعلا في خلال 10 سنين ان شاء الله يكون ال 120 مليون مواطن كلهم يقدروا ياخدوا الخدمه الطبيه المكتمله باذن الله. شكرا جزيلا لك دكتور محمد عاصم خرشد استشاري الجهاز الهضمي والكبد.